وكل فهم الصب والعيد هو اللي يقسم البهاء. وكانت خمس مناطق. قال إلا مصطفى أبو العيد ما يقدرش ما يكونش في الأوراس بحكم أسباب كثيرة، النظام السري، الأسلحة. وكريم بالقاسم ما يقدرش ما يكونش في بلد القبائل. أما الإخوان الآخرين، الحكمة والميساج، قال بيطات رابح من الشرق يجي الوسط، ديدوش مراد من الوسط يروح للشرق، وباللمهيدي من الشرق يروح للغرب. سيتا ميساج للوحدة الوطنية. ميساج للوحدة الوطنية. أنا نعمل نداء كمجاهد للإخوة اللي مازالوا ما التحقوش بالحوار، والرئيس الجمهورية في التنصيب نتاعو كان مد يده للحراك باش نتحاور فيه مبادرات وبدا الحوار والحمد لله. ولكن نعملوا نداء للإخوان، لهذا الإخوان المنطقة اللي راح لهم من بولعيد قبل نوفمبر 54، نعمل لهم نداء كمسؤولين سياسيين، كإطارات، كشخصيات، يلتحقوا في إطار هذا الحوار كما اتحدنا باش نحروا البلاد، نتحدوا باش نبني ديمقراطية جديدة ونبني دولة جديدة ونبني جمهورية جديدة، كلنا في يد في اليد. والحمد لله عندنا رئيس شرعي نقفوا معاه مد يده للحوار، وهذا ممكن جداً.